الفنانة الكويتية هند البلوشي تنهار على الهواء مباشرة برحيل مشاري البلام. ولم تتمالك الفنانة الكويتية هند البلوشي نفسها وهي تتحدث عن ذكرياتها مع مشاري البلام، وقالت: احنا كنا ننتظر مشاري في الكواليس عشان يسوي الجو ويطلعنا من مود الشغل، وكل يوم في كواليس المسرح كان في موقف معاه. اصلا هذا هو، يعني هذا مشاري، اذا اللوكيشن اذا هم يعني هدوء معناته مشاري موجود، فننطريه علشان يسوي اللويا ويعلق على الكل علشان يسوي الجو واللي يطلعنا من مود الشغل هذا، الالتزام ما في اوف، اذا مشاري موجود ما انت اف. هند، ذكرتي قبل شوي كنتوا في مسرحيه سالي وظليتوا لمده شهرين في البروفات، يعني اكيد في مواقف حصلت معاك مع مشاري، شو اللي يطري في بالك الحين؟ يعني شوف، كل يوم كان في موقف، يعني هذا مشاري شو اقول لك يا سعود، يعني هو اذا ما يسوي لويا واذا ما يسوي يعني شيء يخلي اللوكيشن كذي حياه مو مشاري. يعني اذا بذكر موقف، يمكن مره تاخر مره هي مره واحده تاخر، ما قدرت اكلمه. كنت منتجة هند أدل؟ كنت كمنتجة يعني، وكمخرجة عمل أو كمنتجة. مشاري كان يجي قبل الكل، صحيح، ويحن يوعان وين الأكل يا منتجة، وإيش هالإنتاج؟ إذا ما سمعت هالكلمة ما أرتاح، لازم كل يوم شو هالإنتاج، ماكو ماي ماكو كذا. يعني الله يرحمه، نسمة، والله نسمة سعود، يعني ما أدري شو أقول عنها، بس رحمة الله عليه. طبعا الله يرحمه. أنت حطيت محادثة واتساب بينك وبينه، حلو،